في فير بلاي باش نسوق بوش على النادي الافريقي الحقيقه ما كانش مبرمج اخر لحظه وصلنا لخبر اموال القطرية الدفعه الثانيه من أموال هذه نعرف الدفعه الاولى كانت وصلت للنادي الافريقي الدفعه الثانيه نطل انتظارها تقريبا من جانفي او فيفري وصلت اول امس لحسابات النادي الافريقي نهار الاثنين تقريبا عندها أربعة على خمسه ايام ووصلت لحسابات النادي الافريقي اول امس دفعه تقدر ب مليارات و مليون اكيد مبلغ مهم جدا يوصل لحسابات نادي باب جديد شفنا كنا حتى الايميل اللي اكد انه المبلغ هذا كان وصل لحسابات النادي وصلنا من مصدر خاص اكيد شفنا الايميل اللي, اللي جاء من القطريه وصل كذلك لهيئة النادي الافريقي 8 مليارات و200 مليون باش عليهم هيئة النادي الافريقي ما تمش الاعلان عن الاخبار عندهم اكيد اسبابهم الخاصة عندهم توقيتهم للاعلان على الاخبار هذا لكن اكدوا وصول المبلغ كامل 8 مليارات و200 مليون مليون اكيد في توقيت مهم جدا تقريبا الفريق في مرحله حساسه الملاعبيه ما ما هيش خالصه تنتظم في مستحقاتها ايضا بعض الملاعبيه الاخرين كذلك نزاعات عندهم مع الفيفا مع الفريق ايضا بعض الانديه عندهم نزاعات الفريق مهدد بخصم نقاط كما كان اكد يوسف العلمي في الحوار اللي عمله مع موقع رسمي للنادي الافريقي على كل هذا مؤكد نسوقوه 8 مليارات و200 مليون وصلوا أول أمس نقولها نحن اثنين بالتحديد الحسابات النادي الأفريقي نزيدوهم كذلك بطبيعة المبلغ اللي وصل من اللاضحات. مبلغ مهم جدا قد يساعد النادي الأفريقي على الخروج بالأزمة أكيد هيئة النادي الأفريقي تنتظر في التوقيت المناسب للإعلان على وصول المبلغ هذا ان شاء الله يتم الاعلان عليه وتاكيد الخبر في الايامات القادمه برشا تفاعلات برشا اتصالات على كل خبر مؤكد وشفنا كما قلت اللي فما شكون يحب يكذب ولا حاجه شفنا الايميل اللي اكد وصول المبلغ هذا على كل في بلاي متواصله من توا حتى الخمسه نتاع العشيه بعد بعد شويه في استقبال شنو نواصلوا في استقبال ضيوفنا فاصل مزيكا الاخبار وبعد